صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ورد في الكافي الشريف عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هذا شهر رمضان، من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه من أجلة الصحابة كان إلى جنب النبي أنذاك، فالتفت إليه قال: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث. لطيف، يعني شهر واحد بالسنة، من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. حديث لطيف يثلج الفؤاد، ينبئ بالبشرى. قال: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله قال: ما أشد هذه الشروط. سيتخس ما يقول له مفردات بسيطة لكن تطبيقاتها هينة. عف بطنه وفرجه وكف لسانه، هذه مواقف مو سهلة، مو كل واحد يقدر أن يضبط لسانه، مو كل واحد يقدر أن يوفر أجواء العفة لبطنه وفرجه. صحيح أن الحديث من تسمع بألفاظ مفردات يبعث البشرى بالنفس، لكنه الإنسان مو على كل إنسان يقدر أن يضبط هذا اللسان. إذن نأخذ من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان كحالة وسط ما بين الملائكة وبقية المخلوقات، خلينا نقول الحيوانات، الملائكة عندها القوة العقلية فقط، الحيوانات القوة الغريزية فقط، الإنسان يتمتع بالاثنين، بقوة العقل وضغط الغريزة. إذا انتصر العقل على الغرائز أصبح الإنسان أفضل من الملائكة، وإذا انتصرت الغرائز على العقل تقهقر الإنسان بحيث يصبح أقدر من الحيوان. فبالتالي المحصلة النهائية أننا أناس نستطيع أن نقول نحن خطاؤون، يعني نرتكب المعصية، والعصمة لأهلها، والعصمة محصورة بالأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. أما ما عدا هؤلاء يخطأ ويصيب، فينا الغث والسمين، ولا يوجد من يدعي العصمة لنفسه من غير هذه النخبة التي خصها الله تبارك وتعالى. فإذا نحن خطاؤون، فلا زال نحن خطاؤون، الله تبارك وتعالى هيئ لنا أمكنة وأزمنة، يعني اعتبرها نقدر نسميها شلون المواسم للاستزادة من الحسنات للتقليل من السيئات. أسألوا تقرأ دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه باستقبال شهر رمضان المبارك:
فقرة من الفقرات بالدعاء يقول الحمد لله الذي سب لنا سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه، وجعل من هذه السبل شهره رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر التمحيص، شهر التوبة، شهر الإنابة، شهر المغفرة. إذن أكو مواسم، مو سب لنا سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه، توصلنا إلى رضوان الله، وجعل من هذه السبل شهر رمضان المبارك. وفعلا إلى خصوصية، يعني إذا يدرك الإنسان خصوصية شهر رمضان المبارك فعلا هو سيد الشهور. ليش؟ لأنه أولا شهر دعيتم به إلى ضيافة الله. ليلة نبارك لكم الشهر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم الطاعات، وأن يجعلكم من أهل ليلة القدر، تلك الليلة العظيمة. أسأل الله بحرمة هذا الشهر الكريم وبحرمة شهيد المحراب في هذا الشهر علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أن يعيدكم لأمثاله بأتم الصحة والعافية، لا فاقدين ولا مفقودين. يعني توقع هذه الليلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول دعيتم به إلى ضيافة الله. وإحنا ندري أن من صفات المؤمن إكرام الضيف، الكرم وطيبة النفوس من سمات القادة الربانيين. الإمام السجاد سلام الله عليه من يقول أعطينا ستين، واحدة منهن السماحة، والسماحة أكثر من الكرم، طيبة بالنفوس بلا حدود. إذن الله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين. طيب أنت اليوم إذا نزل لك مضيف أحد الأجواد يكرمك لو ما يكرمك؟ قدم لك قراءة وضيافة لو ما يقدمك؟ طيب إذا إحنا بضيافة الله تبارك وتعالى مكانتنا شلون تكون؟ لكن شنو يفترض من جانب ثاني؟ أني أنا إذا مستعد اليوم أرد أروح وأدخل في ضيافة رجل من أجواد العرب، كن أهتم بهندامي، كن أنتقي مفرداتي وألفاظي، كن أراقب سلوكي. أنا في ضيافة الله قاعد بديوان الله، مثل ما نقول، خلينا نقول بتعبيرنا العامي، قاعد بديوان رب العالمين. شلون يفترض أن أكون؟ يفترض أن أكون بمرتبة عالية من الخلق الرفيع، من صدق الحديث، من أداء الأمانة، بالوفاء بالعهد، أظهر بالمظهر الحسن اللائق. وإلا شهر دعيتم به إلى ضيافة الله، يعني نحن مغمورون برحمة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم، بحيث الشياطين مغلولة مكبلة بالحديد. شقد أكو نعمة كبيرة. أنا لما أدخل في ضيافة الله أكو خصوصية لو ماكو؟ طبعا أكو. من خصوصية ضيافة الله أنفاسكم فيه تسبيح، وهذه نعمة ما بعدها نعمة. أنا ما أستغني عن الهواء لحظة واحدة، ما أستغني عن الأكسجين، كل شمت هوى تسبيحة. وأجر التسبيحة جنابك يمكن عندك فكرة، أن يوم من الأيام واحد رجل كبير شاف ملك سليمان يحكم دولة مترامية الأطراف، جن وإنس ووحش وطير، قال لقد أوتي ابن داوود ملكا عظيما. صاح لسليمان قال هذا الملك عاجبك؟ قال بلى. قال لقد أوحي إلي أن أجر تسبيحة واحدة هي خير مما أوتي سليمان من الملك، ثواب تسبيحة. طيب إذا أنا في شهر رمضان أنفاسي فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، عملكم فيه مقبول، دعاءكم فيه مستجاب، شنو يعني؟ من تلا آية من القرآن كأنما ختم القرآن في غيره من الشهور. يعني أجر الآية الواحدة أجر ختمة، هذه تنزيلات، هذه تسهيلات. الله سبحانه وتعالى شنو رادنا أن ندخل إلى شهر رمضان بدورة تعبوية؟ والله ارجع شوية بذاكرتك إلى شهر رجب وشهر شعبان. من تقرأ شهر رجب شي يسموه شهر رجب؟ شهر الاستغفار، مو
شهر استغفار. من صام يوم من شهر رجب تباعدت عنه النار، ومن صام ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة. ومن يشوف فضل شهر رجب ويسموه شهر الاستغفار. شنو الاستغفار؟ يعني أن أكثر به القول أستغفر الله ربي وأتوب إليه وبس، يعني مجرد باللسان؟ لا لا، الاستغفار بمضامينه يعني التوبة. ترى باختصار الاستغفار يعني التوبة، يعني ندخل بدورة تعبوية من الاستغفار وتصليح الحال، بحيث أطلع من شهر رجب شنو طالع؟ توبة. ومن تاب من ذنبه كمن لا ذنب عليه، يعني يرجع الإنسان بعد التوبة كيوم ولدته أمه بشروطها وضوابطها. هذا شهر رجب. يأتي شهر شعبان، شهر الاستغفار، ذاك هذا شهر الصدقات، تكافل اجتماعي وصدقة وعطاء وتواصل مع الناس، بحيث أنا أدخل إلى شهر رمضان المبارك وأنا داخل دورة تعبوية تامة. يعني الليلة شهر رمضان الناس تتبادل التهاني، تتبادل التبريكات، وتوصل الحال إلى أن يبلغ العيد، ونسأل الله أن يبلغكم العيد. شنو عيد؟ شنو العيد؟ العيد نروح المتنزهات، العيد نروح نضحك، نروح نلعب. كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، أمير المؤمنين يقول. العيد مو العيد أني أنهيت في رمضان وبس، كن حصلت على مغفرة، حصلت على حظوة من الله تبارك وتعالى. فإذا شهر رمضان مو أدخل بالشهر الكريم عشوائي، دورة تعبوية من رجب إلى شعبان، بحيث الليلة أنا داخل متهيئ نفسيا. ولذلك أنت تشوف هسه بعض افرض هسه شبابنا يتابعون كرة القدم، مو إذا فرد فريق رسمي فريق دولي يريد يدخل مباراة مهمة، يدخل مباشر لو يدخل معسكر تدريبي أول مرة؟ يدخل معسكر تدريبي. اللاعب الاحتياط اللي قاعد خارج الملعب من يريد المدرب ينزل للساحة، رأسا يلتفت له يقول له قوم انزل، قبل 10 دقائق يقول له قوم سوي حماء. إذن احنا نحتاج أن ندخل بدورة تعبوية قبل أن ندخل بضيافة الله، لأن أنا داخل بأجواء روحانية، أجواء تقربني إلى الله تبارك وتعالى. لازم أطلع. أكو شقي لو ماكو؟ أكو شقاء مو؟ يسأل المعصوم من الشقي يا رسول الله؟ قال الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. ماكو شقي أكثر من هذا. ليش؟ لأنه اللي ما يرحم واللي ما يغفر له بشهر رمضان شاوين يغفر له بشهر؟ وهذا سيد الشهور، وهو سيد المغفرة، وهو شهر المغفرة وشهر التمحيص وشهر الإنابة وشهر التوبة. فالشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. الإمام علي سلام الله عليه يسأل النبي يا رسول الله ما أحب الأعمال، أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال الورع عن محارم الله. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ. قدام الناس صائم بس عند الله مو من الصائمين. ليش؟ لأنه فلسفة الصوم مو أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب، فلسفة الصوم أن يسمو بخلقه بسلوكياته، أن يسيطر على الغرائز، يكبح جماح النفس الأمارة. ولذلك صوم العموم أن الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب، صوم الخصوص هذا اللي يتوفر عند من صام صامت جوارحه، سيطر على لسانه. اللهم إني صائم، يتذكر دائما من يطلع بالنهار، تطلع تشتغل تمارس عمل تتفاعل مع الناس، عليك أن تتذكر أنك صائم، وكل كلمة خطأ ممكن أن تجرح صومك. هذا صوم الخصوص. خصوص الخصوص هذا مو إحنا، هذا يقول من لا يهم بمعصية، مو يعمل معصية، لا حتى هم بقلبه تفكير يفكر بالمعصية ما يفكر. هذول خصوص الخصوص.
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من يقول لجابر يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث، يقول له لا، ما أشد هذه الشروط، من صام نهاره، أنا أخو الحمد لله أصوم، أمسك وقت الإمساك وأفطر وقت الإفطار عن الأكل والشرب، وقام وردا من ليلة إن شاء الله نتوفق، يعني كم ركعة نصلي لنا فرد شيء شوية زيادة، عمل نوافل إذا أكو متعلقات ما في الذمة، وقام وردا من ليلة، لكن المشكلة وعف بطنه وفرجه وكف لسانه. عف بطنه منين؟ من لقمة الحرام. المشكلة الأكل بالجو العام مباح، مو القرآن الكريم يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني كلوا معناها إباحة تحت هذا العنوان، الطعام بعنوان الأولي الأكل مباح، لكن تدخل عليه بعض الأمور تغير حكمه، مرة يصير محرم، مرة يصير مكروه، مرة يصير مستحب، مرة يصير واجب، مرة يبقى هو مباح على الإباحة. إذا صار حرام من مصادره الحرام، لأنه لقمة الحرام إخواني ترى إلها آثار وضعية على النفس، إذ إلها آثار وضعية كارثة. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وعف بطنه، يفترض بالصائم أن تكون بطنه عفة من لقمة الحرام من الشبهات، يأكلها حلال. أمير المؤمنين يقول للواحد من ولاته فانظر لما تقدمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك فالفضه، دب من حلقك، لأنه حتى الدعوة ما تستجاب إذا كانت البطن. ويصيح أمير المؤمنين تعسى لمن أدخله بطنه النار، مو ترى هي لقمة، يعني لقمة وحقك، يعني الإنسان يروض نفسه. الأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مأدومة، قرص من الشعير. اليوم سلمان المؤسس، احنا عم والله بنعمة ترى، والله من نقرأ ذاك التاريخ نعمة مو طبيعية. سلمان المحمدي يقول عنا فان يوم وجه له دعوة لأبي ذر الغفاري، شو رح نتبادل دعواتي أبا اليوم افطر يمي ما بيه شيء، اجى أبو ذر الغفاري يفطر يم سلمان المحمدي، قدم له خبز من الشعير، خبز من الشعير يابسه يكسرها بركبته، شنو القدام مالها ايش تتوقع؟ مو تتذكر ليلة 19 من شهر رمضان شنو كان القدام؟ قصعة فيها ملح جريش، ملح جريش وقصعة فيها لبن، ومن المشكلة بنت رفعت اللبن فأفطر بالملح الجريش وقرص الشعير، فقدم له سلمان المحمد الضيافة قرص شعير، قال له ما أطيب هذا الطعام لو كان معه ملح، ترى الملح كان أدام يستخدم إخواني، يستخدم أدام، يعني شلون غموس نسميه، يعني سلمان المحمدي بعد سمع خطارة أنه يريد ملح، ملح ما أكو عند سلمان، عند الركوة مالته الشربة اللي يتوضى بيها ويطهر بيها ويشرب مية منها طلع رهنها بملح وجاب ملح لأبي ذر، قام يخلي على خبز الشعير ملح ويأكل. قال أبو ذر الحمد لله الذي رزقنا هذه القناعة، يعني الحمد لله مقتنعين. التفت لسلمان محمدي قال أبو ذر أنت عندك قناعة؟ قال إن شاء الله. قال ما عندك، لو كانت عندك قناعة لما كانت ركوتي مرهونة على ملح، كان أكلت بدون ملح وسكتت. وإحنا ستمر ولبن تمان مرقل لي الله قاسمه وكل نصيح ماكو، الله ما رازقني، الله ما مطيني، الله ما مو سلب توفيق سلب نعمة. فإذن عف بطنه النبي صلى الله عليه وآله وفرجه، الفرج عن الحرام بعد عرفوها، يعني الاعتداء على الحرمات والزنا والعياذ بالله ومشاكله، وكف لسانه. هذه المشكلة، احنا احيانا
فاليوم خلي اختصر لك المسافة. فرد يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى زوجاته أرجوكم انتبهوا لها الحادثة سجدوها بأذانكم حتى نخلي بالنا من لساننا بأيام الصيام. واحدة من زوجاته يمه ودخلت عليه امرأة قصيرة القامة قصيرة كلمت النبي بسؤال وشي وطلعت من سئلته طلعت هذه زوجة النبي. التفتت المرأة بصفها عشرت لها الشكل ما قالت بلسانها شيء عشرت لها يعني شلون احنا بلهجتنا العراقية نقول مدحدحة قزمة يعني بس عشرت بإيده. النبي ناوشها طعام قالها كلي قالت لها انا صايمة يا رسول الله قال لقد افطرتي. اخواني استوعبناها يا لا يعني بالاشارة يقولها النبي افطرتي وانا اقعد العصر بمجالس البطالين مو دعاء السحر سامع مجالس البطالين يا لا اجلس في مجالس البطالين واتناول الناس بألسنة طوال حداد وانا صايم. خلي راجع نفسي افرض رقابة على هذا اللسان لا اخسر به ويصير سهمي من الصيام الجوع والظمأ فقط ماكو شيء اسمه ثواب. وكف لسانه عن الناس لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنة. كن اللي ياخذ غيبة الناس كن نظيف مية مية معصوم والمعصوم ما ياخذ غيبة. كن اللي يحكي على أعراض الناس كن عرضه سليم. معاني أسأل من الله أن يحميني يسأل من الله أن يعصمني أسأل من الله أن يسددني فكون علي أن أتجنب ذكر الناس. وإلا إذا صار الصيام هو مسألة جوع وعطش ترى بالعلم أكو بالعطش ثواب وهو ليس بالصيام. أكو عطش بجنة حصلها وهو مو بالضرورة أن يكون الإنسان صايم مثل عطش العباس سلام الله يعني أبو الفضل العباس يقول والله لقد كان قلب عمنا العباس كصالية الجمر من العطش. مو صايم مو بس مبادئ بس قيم موقف نبل إيثار بلغ بي درجة عليين ولم يكن صائم آنذاك وإنما نزل إلى الفرات وقلبه كصالية الجمر من العطش فتذكر عطش الحسين سلام الله عليه ألقاه من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين ملأ القربة وطلع وقلبه كصالية الجمر من العطش. ليش؟ كان وعي كان بصيرة كان رؤية واضحة مو أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك. بصيرة عنده سواء كان صائم أو مفطر عند وعي يعرف نفسه أنه ومن في الوجود فداء لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وملأ القربة وطلع بهذه الشاكلة بهذه الهيئة من العطش. اجتمعوا عليه قطعوا عليه طريقة أتته النبال كشآبيب المطر يقاتلهم قتال الأبطال حتى قطعت يمينه يسيح والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني مو عن الأخوة. يهوسون بعضنا أن أخوة العباس مضرب مو أخوة هي وإنما إمام دفاع عن الإمام المعصوم بكل الوسائل المتاحة. إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني قطعت الشمال يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. الحسين يراقب المعركة من بعيد وإذا بلعين يضربه بعمود من حديد على رأسه نادى بأعلى صوته عليك مني السلام أبا عبد الله. نزل إليه الحسين سيد المقرم يقول ما أدري الحسين أكيد نزل جثة بلا روح لأن هي روح العباس
روح التي بين جنبي أبو الفضل العباس سلام الله عليه. ولذلك ترى الحسين لكل الشهداء ينزل على جواد، إلا للعباس نزل ماشيا. يظهر بعض أرباب المقاتل يقول يظهر الضعف أخذ به ما قدر يمتط الجواد، نزل إلى المشرع تارة يقوم وتارة يقع ويكفكف دموعه بمنديل عنده، إلى أن وصل قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح. رادي يقبل رادي يبوسه، ما بي مكان ما بي جراحة حتى يقبل. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم. هذا حسامك من يذل به العدا، ولواك هذا من به يتقدم. لسواك يلطم بالأكف وهذه بيض الضبا لك في جبيني تلطم. أحط يد على خاسرت وتلوى يا عباس دار انكسرت يا عباس يا طيب الخوة. خويا حزام حل يا خويا والفكر ضاع، يا عباس حالي راح السار. يا سوري وانهدم من فوق للقاع للقاع، يا خويا تشمتت بمصابك عداي. احم الضايعات بعدك ضعنا يا الله. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك، بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. اللهم نتوسل إليك بشهرك الكريم الفضيل. اللهم نقسم عليك بمن تعبد لك به مخلصا وقبلت منه الطاعة، أن توفقنا فيه لما يرضيك، جنبنا معاصيك. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها يا أرحم الراحمين. اللهم شافي كل مريض، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، سد فقرنا بغناك، غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اجعل بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسون تقبل اللهم عملهم بأحسن القبول، وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان، رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مسبوقا بثواب الصلاة على محمد وآل محمد.